ولكن نروح بقى لمباراه الاهلي والترجي بالامس. اولا مباراه امبارح فيها تفاصيل مهمه جدا عايز اركز عليها، وانتوا دايما عارفين فقره ترند، الترند دايما بيبقى فيها اخبار وتفاصيل وكواليس يعني مش موجوده في اي حته وبتسمعوها من خلالنا لاول مره. كان واضح للجميع امبارح ان فريق الترجي جاي مش عايز يخسر بنتيجه كبيره. خسر في تونس 3-0، فشايف ان فرص انه يكسب الاهلي في القاهره على الاقل 3-0 صعبه جدا. فكره ان كمان يحاول يقلص فارق النتيجه كانت بالنسبه له مش هقول صعبه، شبه مستحيله. لذلك فريق الترجي كان جاي امبارح ونازل عايز يلعب على قد المباراه، خلص التعادل كويس، خسر بفرق هدف مفيش مشكله. لذلك امبارح ما شفناش الشراسه الهجوميه لفريق جاي على الاقل عايز يدافع عن حظوظه، وفريق كبير عايز قدر الامكان يبين لكل المتابعين انه حتى لو عنده نسبه 1% لا هيحارب عليها. مقابل ده الاهلي امبارح نزل لعب من اول دقيقه عايز يخلص المباراه، عايز يكسب، عايز يحسم المباراه مبكرا. وده ظهر مش في الاداء بس، لا خدوا بقى التفاصيل اللي جايه. كل الناس كانت بتتكلم ان كولر هيريح مجموعه كبيره من التشكيله الاساسيه. طب بلاش التشكيله الاساسيه، لا كولر هيريح حمدي فتحي. ليه؟ اصل عنده انذار تاني، وبالتالي لو خد انذار مش هيلعب المباراه الذهاب في نهائي دوري الابطال. بس كولر كان ليه فلسفه تانيه. كولر قال لك انا هفكر في النهائي ليه وانا لسه ما وصلتش للنهائي. حمدي فتحي لو شارك لا قدر الله وتاهلنا وخد انذار مش هيلعب، بس انا لسه ما تاهلتش. فايه الفكره انه ياخد انذار ولا قدر الله اتغلبنا وما تاهلناش؟ او ايه الفكره ان انا اريحه وما العبش بيه ولا قدر الله الترجي يكسب وما تاهلش، يبقى انا استفدت ايه؟ هريح حمدي فتحي لمباراه انا اصلا ممكن ما اوصلهاش؟ فالراجل بالتفكير الاوروبي كان عايز يوصل رساله للعيبه على فكره قبل ما يوصل للنقاد الرياضيين او للاعلام او للجماهير، كان عايز يوصل رساله للعيبه. انا هنزل بنفس التشكيل الاساسي اللي لعب بيه في مباراه الذهاب في رادس، ومش هدي مساحه لو يعني اي حد يفكر ان لقاء العوده لقاء مضمون، لا هبدا بنفس التشكيل وهلعب بحمدي فتحي وهلعب بمحمد هاني وبمعلول وبديانج وبمروان، اخلي السوليه على الدكه. الراجل ما كانش بيفكر دايما في فكره ان انا خلاص اتاهلت، ودي الثقافه اللي بصراحه بغض النظر بقى عن الامور الفنيه انا شايفها لا، يعني الراجل اللي معانا مارسيل كولر ان شاء الله باذن الله يعني هنقدر نحقق معاه حاجات اكتر من كده كمان بكتير. التفكير ده والمنتاليتي دي والعقليه دي احنا محتاجينها بجد. مش هتكلم بس على انه في المؤتمرات الصحفيه بيتكلم كلام متزن، لا الراجل فعلا بيدير منظومه الكره في الاهلي بشكل كويس جدا وبهدوء وبدون صوت عالي وبدون الحديث في وسائل الاعلام، راجل بيتكلم بشكل كويس، تحس ان هو مدرسه فعلا تليق بالمدرسه اللي هو فيها، مدرسه النادي الاهلي. دي نقطه. فبالتالي التشكيله الاساسيه كانت رساله منه للعيبه قبل ما تكون رساله للجماهير او الاعلام. دي واحد. اتنين، هل رسالته كانت في التشكيله الاساسيه ويبدا بحمدي فتحي بس؟ لا، ده خد المفاجاه الثانيه. كولر ليله المباراه كان بيمرن اللعيبه على ضربات الجزاء. نعم، ايوه، كان بيمرن الفريق على ضربات الجزاء. يعني الاهلي وصل لمرحله انه خلاص قطع اكتر من نص المشوار ورايح نهائي دوري الابطال. كسبان الترجي في تونس 3-0. هل ممكن توصل لمرحله ان الترجي على الاقل يجي يكسب الاهلي 3-0 في القاهره؟ اذا كان الترجي نفسه مش مقتنع بالفكره وبالمبدا ومش جاي عشان يعمل كده، لكن كولر وصل احساس للعيبه لا هتتمرن على ضربات الجزاء، لان كل الامور دي مطروحه في الكوره. هي الريمونتادا موجوده في اوروبا اكتر ما موجوده في افريقيا، بس المدرسه دي مهمه. لذلك لما مرن اللعيبه على ضربات الجزاء لا اللعيبه نازله من اول الماتش عايزه تحسم المباراه. لذلك كانت في قوه بدنيه، كان في تحركات كويسه جدا، كان في تمريرات، كان في تحركات من نص الملعب مع بيرسي تاو ومع حسين الشحات، والهدف الرائع اللي احرزه حسين الشحات من تمريره ممتازه من بيرسي تاو وقطعه مميزه من مروان عطيه اللي بيقدر يعني يقطع عديد من الكرات في وسط الملعب ويفسد الهجمات الكتيره اللي ممكن تكون على الاهلي امام المنافسين في الفترات الاخيره. دي كانت نقطه تانيه.